إضاءات على كلمات. من شعر المؤسس. قال الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني رحمه الله: صبرنا على صكات بقعة فعاننا، إله على من فوق عرش سماه، في اللغة البقعاء التي اختلط بياضها وسوادها فلا يدرى أيهما أكثر، والبقعاء من أوصاف الدنيا لتقلبها أيضاً، وهو وصف للسراب فيسمى بالأبقع لتلونه. وقد وردت في الشعر العربي هذه الكلمة في قول الشاعرة العبسية سمية إذ قالت: من يهدي لي من ماء بقعاء شربة فإن له من ماء لينة أربعة. لقد زادني وجدا لبقعاء أنني وجدت مطايانا بلينة ظلها.